في دين الله لم يحس بالراحة والرضا بها إلا في شرع الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لن تجد الراحة إلا في شرع الله، إلا في دين الله. وهو مصر على أن يدخل الإسلام ويريد أن ينطلق في شرع الله من اليوم فصاعدا، لا يريد به بدلا ولا عنه محيلا. محمد الأسد.